ما بعدوش على أجواء كرة القدم، ولكن هذه المرة خبر حزين مشاهدينا الأعزاء يرتبط بوجه بارز في كرة القدم الجزائرية، في تسيير كرة القدم الجزائرية. محفوظ قرباج في ذمة الله، هذا الرجل أعطى من عمره ومن جهده ومن وقته أشياء كثيرة لكرة القدم الجزائرية، ليس فقط باعتباره أحد مسيريها، كان رئيسا للرابطة المحترفة لكرة القدم لسنوات، وليس فقط أيضا لأنه كان رئيس الفريق الذي يحبه ويناصره، فريق شباب بلوزداد، ولكن أيضا لأنه كان يظهر في الكواليس في العلن يعمل لصالح كرة القدم الجزائرية، حاول بقدر ما استطاع أن ينظف ما يشاء، يعني ما يستطيع في هذا العالم الرديء، دعونا نقول ونعترف، في كرة القدم الجزائرية صعيب تكون واحد ترتبط بتسيير الكرة بدون أن تخسر الكثير من الأشياء في حياتك الخاصة، فما بالك أن تكون مسير نتاع نادي كبير مثل السي ار بي شباب الوزداد، وأن تكون مسير لرابطة كرة القدم ككل، يعني أنت في الواجهة لكل الأنصار، لكل الفرق، لكل النوادي. محفوظ قرباج توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 69 سنة بعد مرض عضال حسب ما علم من أقاربه. السيد محفوظ قرباج عانى في السنتين الأخيرتين من مرض، وحاول بكل ما يستطيع أيضا أن يواجه هذا المرض بابتسامته المعهودة، كان لا يخفيها، متواضع جدا، كان يتعامل مع كل الصحفيين تتصل به في ساعة مبكرة في ساعة متأخرة من اليوم. محفوظ قرباش كان يرد على كل الصحفيين وكان يتفاعل مع الشارع الكروي بشكل بسيط. فرحمه الله، ترأس قرباج رابطة كرة القدم المحترفة في مناسبتين، الأولى خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، الثانية من 2016 إلى 2018 قبل أن يتم حل مكتب الرابطة. حل المكتب أيضا كان عنده تفسيرات كثيرة، ومحفوظ قرباج كانت لديه أزمات كثيرة في هذا التسيير. ترأس شباب الوزداد في الفترة الممتدة بين 2008-2010، أحرز معه كأس الجزائر لكرة القدم، ونهار لدى قرباج كأس الجزائر مع السي ار بي كان الفريق لسنوات طويلة لم يحصل على أي لقب، يعني قرباج بعودته استطاع أن يمكن شباب الوزداد من العودة إلى ساحة الألقاب والتتويج مرة أخرى. طبعا كانت هنالك مجموعة تعازي، في مقدمة هذه التعازي كانت تعزية من طرف رئيس الجمهورية لعائلة المرحوم محفوظ قرباج، وكانت هنالك تعازي أخرى للكثير من الشخصيات الرياضية. معنا على الهاتف الزميل ياسين معلومي، رئيس تحرير الرياضة في جريدة الشروق اليومي. ياسين مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قادة، خليني باسم مجمع الشروق نتقدم بتعازي إلى عائلة محفوظ قرباج. قادة، محفوظ قرباج كان تربطوا علاقة يعني كبيرة ومع مجمع الشروق، خاصة مع الأستاذ واسمه علي فضيل رحمه الله، صديقه المقرب، يعني صديقه زيد قادة، هما بداوا يخدموا كيف كيف في جريدة الشعب. قد انا نعرف العلاقه اللي كانت موجوده بيناتهم، ونزيد لك حاجه قدا على اسمه، نضيف لك على واش قلت قدا، انه اول فريق اللي الشروق مدلو واسمه سبونسور هو فريق شباب الوزداد. صحيح، يعني هذا نظرا للعلاقه اللي كانت تربطهم. كان يعني كان شو قادة، انا واحد كانت عندي علاقات معاه، ما كانش يعني في كل وقت، اي كما قلت قادة، في كل وقت تحكم الهاتف ولا يعني يجاوبك حتى في اصعب الاوقات. قادة كنا نعرضوه لبرامج تلفزيونيه الى اخره، كان يجي. وانا نتذكر قادة كان لما عاد من فرنسا وهو مريض، قادة اتصلت به اللي باش يجينا الحصه، وجانا يعني رغم التعب ورغم المرض. صح، رغم التعب ورغم لا يتأخر. وكان أيضا قبل ما نروحوا في مسيرته الرياضية، كان إطار في الدولة هو مدير المطبعة الرسمية
طبعا منصب مهم جدا، لانه كاين بزاف ناس ما يعرفوش بلي محفوظ قرباش كان المدير العام للمطبعة الرسمية اللي هي تطبع كل الوثائق الخاصة بالإدارة، المواطنين وغيرها. قدا مش كان الى يومنا هذا قدا، رغم انه الحق الله يتولد كما يقولوا، الحق معناها الحق سن تقاعد، اليوم في عمره 69 سنة واسمه الله يرحمه، ولكن قدا نظرا للتجربة تاعه والثقة تاعه الى اخره كان بقى في المنصب تاعه الى اخر يوم. قدا انا نظن قدا هذا اليوم نجم نقوله محفوظ قرباش احد الاطارات تاع الدولة الجزائرية اللي قدم الكثير قدا، سواء في العمل تاعه ولا في الميدان الرياضي. قدا هو حسب الأخبار هو على عكس ما يتم ترويجه، هو كان يعالج في فرنسا ولكن وفاته ياسين كانت هنا في بيته في الجزائر. طبعا قد هو قدم يعني منذ أن عاد من فرنسا كان قد كان يروح ويولي، ولكن اليوم توفى نظن في يعني أن تحدثت مع وليده في حوالي منتصف النهار، قال لي ما عندوش بزاف واش ملي توفى، لا توفى هنا في البيت تاعه. قد هو كان يعالج واش في فرنسا قد، ونظن هو كان يعالج قد في نفس المستشفى اللي كان فيه الحارس الدولي السابق سامي الحجاوي رحمه الله، والممثل الكوميدي صالح قروت صحيح، يعني كان موجود معهم، وحتى عنده صورة مع الممثل صالح قروت اللي يتمناوا له الشفاء، وكان نقل على لسانه أنه صالح قروت يتمتع بإرادة قوية للتغلب على المرض، وفعلا هو الآن محفوظ قرباش يغادر الدنيا. فترة تسيير ولرابطة كرة القدم كانت أيضا فترة مهمة على فترتين، غادرها بطريقة ربما فيها الكلام الكثير، ولكنها مرحلة مهمة ودقيقة، وحاول من خلالها الرجل تطوير كرة القدم المحلية بما يستطيع. يعني شوف قدا لما ترأس محمد، لما في العهدة الثانية محمد روضوا في 2009 يعني تم إنشاء الرابطة المحترفة في يعني في بداية 2011، يعني والشخص اللي كان يعني في الوقت هذا قدا الشخص المناسب كان محفوظ قرباش الذي تم الانتخاب عليه قدا يعني بالإجماع قدا، ما تلقاش يعني أي مسير يجي يقول لك لا محفوظ قرباش فيه وفيه، لا في هذه بالإجماع في مرتين قدا، ولكن المرة الثانية يعني بنت بعد انتخاب تخ الدين زوتشي في 2018 هو محفوظ قرباش أنا كان قالها لي، قال لك أنا نفضل الانسحاب على البقاء في اتحادية جديدة، وقد خاصة هو عاش أحلى الفترات تاع كرة القدم الجزائرية، عاش كان قادة ساهم بطريقة أو بأخرى مع المنتخب الوطني في 2010 و 2014 بتأهلين إلى كأس العالم، كان رئيس الرابطة لما وفاق سطيف دار رابطة الأبطال، كان قادة ثاني كان عضو في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان عضو في الاتحاد العربي لكرة القدم، لا المسيرة تاعو الكروية قادة يعني واحد ما ينجم يقول عليها حاجة ولا، ولكن حاجة واحدة قادة أنه هو دائما يقول أنه أنا نبقى اليوم وغدا وكذا أنا المناصر الأول لشباب بلوزداد، رغم أنه كان رئيس الرابطة قدا وكان يأخذ قرارات ضد شباب بلوزداد، وفي مرات عديدة قدا رؤساء اللي كانوا في شباب بلوزداد يقول لك هذا راه يخلق لنا في المشاكل، ولكن قدا كان يقول لي أنا نطبق القوانين بحذافيرها كانت مع شباب بلوزداد أو مع نادي آخر. صحيح. أنا نظن اليوم قدا هذا هو مثال المسير الناجح. طبعا أنا أشرت إلى تعزية رئيس الجمهورية، يقول فيها قضت مشيئة المولى تبارك وتعالى أن يرحل عن دنيانا المغفور له بإذن الله محفوظ قرباش الذي نفقد بانتقاله إلى جوار ربه إحدى الشخصيات المتميزة، فلقد أثر الراحل مساره المتواصل في عالم الرياضة حيث اضطلع باقتدار بمهامه مسيرا متعلقا بنبل الأخلاق الرياضية وحريصا على تطوير كرة القدم والرفع من مستواها مثلما يشهد به رصيده على مدى سنوات طويلة، والذي عززه بما عرف عنه من محامد وكفاءة وروح وطنية فيما تولى من وظائف ومسؤوليات ومن موقعه مديرا للمطبعة الرسمية. أمام هذا المصاب الأليم يقول رئيس الجمهورية أتوجه إليكم وإلى الأسر الرياضية بأخلص التعازي، أصدق مشاعر المواساة،
داعيا المولى عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا نص تعزية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعائلة المرحوم والأسرة الكروية والرياضية عموما. أيضا ياسين أذكر للرجل وفاءه، يعني بلك تفكر معايا أنه في ظل الصراعات الثنائية وعندما كان روراوة رئيسا للفاف بدأ البعض يصطف وبدأ البعض يتخلى عن روراوة الذي كان رجلا قويا في تسيير كرة القدم، وقرباش كان يقول لن أغدر به ولن أتراجع عن تأييده، يعني الرجل كان مع المواقف وليس مع الواقف بالمعنى. شوف قدا انا اليوم راك يعني في الكلام زدت ذكرتني انه في المده الاخيره مقبل ما يترشح رئيس الحالي جهيد زفيزف قال لي انا راح نترشح لرئاسه الاتحاد الجزائري لكره القدم، ولكن لو يترشح محمد رواوة لرئاسه الاتحاد الجزائري لكره القدم انا لن اترشح، لاني ابقى وفيا للزميل، يعني هو زميل وصديق واخو قاد حتى في المحنه تاعو هذه، كان واقف معاها واسمه رواوة الى الدقائق الاخيره. قد نقول لك انه العلاقه بينهما يعني متينه وطيده، رغم انه دائما كان يقول لي واسمه رواوة انه محفوظ قرباج راسه خشين، معناها رغم الاختلاف بينهما الى اخره، ولكن بقات الصداقه بينهما الى يعني الى يومنا هذا. هذا من جهه قدر. من جهه ثانيه انه محفوظ قرباج قدر يقول كلمه دائما قدر، يقول انا نفضل نبتعد عن كره القدم، ويعني نفضل نبتعد عنها على البقاء في هذا المحيط المتعفن. قدا المحيط المتعفن هذا كاين بزاف ناس في كره القدم الجزائريه قدا اللي معناها ما يديروش، معناها ما يخدموش من نيتهم، يعني من هذه الاسباب اللي خلاته يعني محفوظ قرباج يعني يبتعد في السنوات الاخيره عن كره القدم. رحمه الله تعزينا لعائلته. خليني نزيد بسرعه بسرعه ياسين، موقفين فقط. احد الزملاء قدا كتب في الفيسبوك تاعو قال باللي انه لما راح يشوف محفوظ قرباج لقاه مريض وتعبان، ولكن لقاه يشوف في لقاء شباب بالوجدات كما يقولوا فطبلات، معناها رغم المرض ورغم التهب الى انه يعني بقى وفي الى شباب بالوجدات الى يعني الى يوم وفاته. والحاجة الثانية قدا اليوم راني نشوف باللي اسلام سليماني قدا او دار منذ دقائق تدوينة على حسابه الشخصي في الانستغرام، قال يعني بصريح العبارة قدا قال لن انساك، قال اذا قدا لن انسى انك كنت من الاوائل الذين وضعوا ثقتهم في قدراتي. قدا اليوم لازم نقولوا انه اسلام سليماني لما كان يلعب في الشراقه عند المدربين خلوفي وزميتي، يعني هو اللي راح جابوا من الشراقه وضع فيه الثقه. صحيح وزادوا وضع فيه الثقه قدا لما كان المدرب الوطني وحيد خليل وزيج، يعني محفوظ قرباج كان عمل له دعوه لملعب 20 اوت وقال له هذا مهاجم أنا نتمنى لو تديه المنتخب الوطني راح يعني يعمل المعجزات. واليوم التاريخ كان صحيح صحيح. ويعني سليماني يعترف هو شخصيا بأن قرباش كان له فضل كبير عليه. طبعا ياسين ابقى معي، سأعود لك بعد قليل بعد ما نحكي على الموضوع الثاني.